السلام عليكم ورحمة الله. قدم لكم روحي محمد أنس شطور. نجحت في الليلة 11/70. في الفيديو هذا باش نحكي لكم على حاجتين، مع الفورماسيون كيفاش كانت، معناتها باش نحكي لكم على كل ماتير وحدة، والحاجة الثانية شوية نصائح وشوية حاجة ديبا. دونك نبداو بالبارتي الأولى وبالسمستر الأول، وهذايا هو النومبر دو أوفيسيال وكيفاش مقسمين. نبداو للماتيير ونبداو بالماتيماتيك. دونك اول ماتيير هي بروبابيليتي ستاتيستيك. من الاول باش تقراو حاجات سهله كيما نتاع عامه الباك، من بعد باش تدخل فيها لي فاريابل الياتوار ديسكريت و كونتينو و لور لوا يوزيال اللي هما 8 اون توتال، وبعد الحكايه باش تولي كوبل دو فاريابل الياتوار. اون جينيرال الماتيير فيها برشا كونتينو و برشا كتيبه و برشا فرونسي خاصه في لي ديفينيسيون ou barche des propriétés. Hajalberia, ce n'est pas très difficile à maîtriser, le corriger est موجود ou matière نجم تخدمها وتحس روحك تافونسي فيها. اما ردوبالكم نجم بعد يجيك examen فيه من الاول فاز صغيره نتاع مات سي بلوكيك بها. دونك مالغري خدمتكم مالغري تعرف الديمارش وكل شيء، اما تتبلوكا من الاول ما تنجمش تافونسي وتجيب خمسه كيف يعني. وان شاء الله الكام تاعكم تكون خير. الماتير اللي بعدها ماتيماتيك دو سينيال، مات سينيال اللي عنده باز باهية في الاناليز نتاع دوزيام سيمستر نتاع لامبي صحة لي، باش تقراو فيها لا ترانسفورمي دو لابلاس، تستحقو فيها فازات الانتجرال، فما برشا قواعد. بعدها لي سيري دو فونكسيون باش تشوفو فيهم كونفيرجونس و ديفيرجونس، حاجات كيما هكا. دونك تستحق تو سكي سويت ريمان بيرتران جمع دوكم الكل موجودين. بعدها باش تقراو لي سيري دو فوريي، وبعدها لا ترانسفورمي دو فوريي. بيه اون جينيرال ماتير فيها برشا خدمه تاكل وقت وفيها برشا كونتينيو وبرشا كتيبه وفيها سيتواسيون تاع يا اما تتبع تفهم يا اما تكتب. اذا تخدم مليح مليح تنجم تجيب 9 ولا 10. نتعداو دونك للانفورماتيك، نبداو بالسيستيم ديكسلواتاسيون. ماتير فيها كونتيتي متوسطة من المعلومات، تحكي على تو سكي جيستيون دي بروسيسوس وكيفاش يتنظمو في الميموار وجيستيون تاع الميموار هذيكا كيفاش مقسمة. وبعد تولي تحكي على السنكرونيزاسيون دي بروسيسوس، ويولي فيها كوتي صغير بالكل كاينو الغوريتم. ما ننصحكمش تحاولوا تسبقوا بالماتيريال هذايا على خاطر تعتمد برشا حسب رايي على ليكزيستونس نتاع بروف يفسر لك الديرولمون والاكسبليكاسيون دي زيكزامبل دي كونسيبت دي زيكزيرسيس على عينيك. ننصحكم اكتبوا كوركم وتاديكم وحدكم وما تفصلوش باش ما تضيعوهاش، خاطر ماتير سهله وسامبل وفيها برشا حاجات كلاسيك، مي elle demande beaucoup d'attention في les examens خاطر فيها الاسبيم تاع كي تغلط من الاول لانشينمون الكل اللي ينجم يطيح في الماء. في البيريود ديز اكزامان تشد لك كيكا 2-3 جور باش تريفيزها، دونك ماذا بيكم تبداو على بكري. فما كتاب يعاون في البارتي الاخرى تاع السنكرونيزاسيون دي بروسيسوس اسمه سنكرونيزاسيون بار سيمافور دو مسيو محمد سعيد هابط، دونك نحط لكم اللي في الديسكريبسيون. الماتير هذه تنجموا تجيبوا فيها 12 بطريقه عاديه معناتها على الاخر. تعداو دونك للبروغراماسيون اورينتي اوبجي P2O. في الماتيير هذي باش تتعلمو حاجة جديدة باش تبدل مفهوم البروغراماسيون عندكم. بل كنت تعمل في حاجة اسمها بروغراماسيون بروسيدورال، توا باش توليو تعملو في البروغراماسيون اورينتي اوبجي باش تتعرفو على مفهوم الكلاس اتريبيو ميثود، حاجات اسمها موديفيكاتور داكسي كي فاري انتر بابليك برايفت و بروتيكتد، فازت هذوكم الكل، حاجات اسمها انترفاس وحاجة اسمها اريتاج. حاسيبلو فما كونتيتي مش كبيرة برشا من ليزانفورماسيون اللي لازمكم تعرفوهم. سو بالنسبة للعباد اللي خايفة من الانفورماتيك ما تخافوش، ما عادش باش تقراو الالغوريتم كيما قبل، تو سكي بيل فيل فيشي ارب اكسيتيرا. P2O مش صعيب و لي توتوريال في كل بلاصة. تو نحط لكم في ديسكريبسيون دي ليان نتاع دي بلاي ليست نتاع شان دو نيو بوستون، تو تشوفوا حاجة سامبل على الاخر. و باي ذا واي ما يهمش شنو اللونجاج اللي باش تستعملوه في الكور هذايا على خاطرو مجهول باش يفهمكم دي كونسيبت اي نو با ان لونجاج دو بروغراماسيون. اخر حاجة في السمستر هذي بالنسبة للانفورماتيك هي اتيلي سي بلس بلس. بالنسبة لاتيلي سي بلس بلس باش تتعلمو فيه اللونجاج سي بلس بلس ابليكي على بروغراماسيون اورينتي اوبجي،
je me tiens à code bloc soit la dev C++ AID comme on a dit on a cours fi environ 240 pages à ma trafouche حروف كبيرة وماكس 7 ليني بار سلايد الكور هذا موجود ان فيرسيون فيديو في شان يوتيوب ابارتنون ا ليكول بوليتكنيك فيدرال دو لوزان في سويسرا اللين في الديسكريبسيون في التي بي نتاع الماتيريال هذه باش تعملوا حاجات سامبل باش تابليكيو لي زاكي نتاعكم في البي 2 او باش تعملوا حاجات كيما ما نعرفش كلاس ريكتانجل ولا كلاس بوان اما ننصحكم انكم تعملوا لي تي بي هذوما وحدكم باش او موان تبدأوا تبنيوا في سكيلز نتاعكم في البي 2 او وفي السي بلس بلس كيما تعرفوا سكيلز هم اهم حاجه الماتير هذه عندها بوتنسيال باش تطلعكم في الموين بويسك فيها اكزامان تي بي او اكزامان عادي وما فيهاش دي اس الكترونيك اي اركيتكتور نبداو دونك بالالكترونيك الالكترونيك احنا عاودنا حاجات نعرفوها من قبل كيرشوف نقطان تيبلان ميلمان لي ترانزستور اكسيتيرا دونك اذا عندكم باز باهي نعملو جاكم باهي une matière fait ATP ou avec un travail minimal je me dis pour faire la zone 13 tarder l'architecture des ordinateurs barshaktiba donc hadrou fluo dima fama QCM en question de cours là où je trouve les composants de l'unité centrale ou pas les composants de le processeur ou quoi ça été écrit là je te تعرف شوية على langage de programmation اسمه ARM7 pour programmer le processeur qui a des tâches élémentaires ou pas juste autre le fil les détails de la mémoire ou sa gestion ainsi le les présence ou concentration comme des exercices classiques ou comme des corrigés grâce à l'expérience de TDD ça type ça arrive ça a juste de frustrated l'ambiguïté hier ou deux jours à quelque fait la période de révision expect à jafison 11-14 14 note excellente de sa ma fille ma n'ajoute moi j'étais au bar chat à l'âge rien fille maître de تعديو الريزو تيليكوم نبداو بالاركيتكتور دي ريزو الماتير هذه هي اللي باش تبدا تدخلكم في الجو اليونيفير تاع لي ريزو عند الخبير الدولي مسيو عدلان لوكي باش تعرفو شنيا اون ادريس اي بي لي كلاس دي ادريس اي بي باش تتعرفو على حاجة فوندامونتال اسمها الموديل اوزي و باش تتعرفو على بروتوكول تي سي بي اي بي شوية دي نوميرو دو بور شوية روتاج و برشا كولتور جينيرال انديسبونسابل بالحق بالنسبة لواحد في دومين ريزو السيونس فيها برشا جو برشا امبيونس و مش برشا كتيبة لي نوت فاري انتر 8 و 14 و الناس الكل ان جينيرال تبدا قريبة لبعضها في زون 11-12 باستثناء بعض الحالات الشاذة بيان سور اذا تحبوا تسبقوا في الماتير هذه واللي هي حاجه ننصحكم بها تنقول لكم شنو تعملوا كي نحكي لكم على ماتير ريزو لوكو في السمستر الثاني الماتير هذه فيها تي بي احنا تعلمنا فيها ديبلويمنت نتاع ويندوز 10 لونج ستوري شورت اذا عندك سال انفورماتيك فيها 20 بي سي تقعد تصب في كل بي سي وحده ومن بعد تزيد لي لوجيسيال اللي حاجتك بيهم الديبلويمون سهل عليك الحكايه حاسيلو جوجل سناس كيل تو اكواير عملنا زاده اون فاميلياريزاسيون افيك سيستم ديكسبلوتاسيون ويندوز 10 سي كي بينيفيك بور لي جون كي نو كونيس با تري بيان حاجات نتاع فاير وول وباور شيل حاجات خفيفه على الاخر نتعداو للتريتمون سينيال الماتير هذه فيها 50000 فورمول وفورمول وكان تلفها طايحك في الدي اس على خاطر تي دي سهل اما الكور طويل على الاخر دونك تولي تبخل عليه و تو سامبلومون تولي ما تعرفش تجاوب على الكيستيون خاصية لو كور سيت ماتيغ لازمك تعمل ريزومي و لازمك تخدم اونفيرون 3 زيكزامان و الكوريجي موجود نجمو تجيبو في زون 11-12 الماتيغ هذي فيها تي بي و تشيلب سولوت التي بي خدمناه الكل سيغ ان لوجيسيال اسمه ماتلاب ما غير ما تسبقو بيه ولا تتفاجعو منه ولا من التايم تاعو اللي هي اكثر من 10 جيجا على خاطر اللوجيسيال هذا مش يكون حاضر معكم برشا في السمستر هذا اللي بعده عم باش تستحقو اون برانسيب عم دير دي دروا نبداو بالانجلي بلاين اوت انجلش ما فيش اي جديد كالعادة تعديو الفرنسي بالنسبة للفرنسي في السمستر الاول تعلمنا كيفاش نكتبو ان رابور à partir de la transcription d'une réunion et حاجة تنجم تصلح لكم في الفي بروفيسيونيل بالنسبة للجيستيون الماتيريال هذه انا بيرسونيلمون عجبتني قرينا عند مسيو طارق الاسود فيها برشا ثقافة عمل للناس اللي تحب الانتربرينورشيب توا السمستر الثاني وهذا هو نومبر دور اوفيسيال وكيفاش ريبارتي
كما تنجم تلاحظوا فما اكثر برشا دي تي بي من السمستر الاول نتعداو للماتير نبداو بالماتيماتيك واول حاجه الجبر بالنسبه للماتير هذه دونت ايم تو هاي 10 هي نوت بها برشا فيها اذا عندك باز باهية في الماتريس جاوك باهي اذا عندك كور تاع ماتريس نتاعك منظم استحفظ بيه واذا باش تعطيه لشكون اعمل منه كوبي على خاطر باش تستحقوه سوبوزي كونو ou je dis d'où aller. Je te parle moi déjà esma diagonalisation, vecteur propre, polynôme annulateur, trigonalisation, produit scalaire, méthode de Gram-Schmidt, base orthonormée, etc. تعديو للاناليز الماتير هذي حتى كانك متفهمش برشا في المات عندك شانس باش تجي فيها فوق العشرة قرينا عند مسيو مراد سفيرسي اللي عطانا دي كوريجي ليكسبليكاسيون نتاعو كلير برشا شوية كونسنتراسيون خدمة موديري نجمو نجيبو نوتكم باش تبداو بالكونسيبت نتاع اسباس اوفير و اسباس فيرمي بعد تولي كونتينويتي و ديريفابيليتي باش تتعرفو على الماتريس دو جوردن لا ماتريس اسيان لو غراديون حاسيلو حاجات ماهمش كومبليكي برشا دونك ما تراتيوهاش. تعداو للانفورماتيك بالنسبة للانفورماتيك في السمستر الثاني حاجة أخرى جملة كل حاجة بنيفيك وتصلح للريل لايف وبراتيكمون اون بارتي دي فوندامون بو فو كومبيتونس. نتعداو للسيستيم ديكسبلواتاسيون يونيكس تقراو كور انتجري يعني كور و تي بي اون ميم طون فيه برشا أوراق وبرشا ديتاي وبرشا حفيظة وبرشا فهم ويل نيسيسيت بوكو دو ماتريز وخدمة براتيك باش تتعرف على الاساسيات نتاع يونيكس الكرياسيون دي فيشي دي ريبرتوار جيستيون دي بيرميسيون باش تشوفو ليديتور دو تكست في اي باش تشوفو بليزيور تكنيك دو ريشيرش باش تشوفو ان بو منش متكون لانفيرونمون نتاع يونيكس الفورماتاج كومبريسيون الارشيفاج الخدمة خدمناها على ماشين فيرتوال عطاتها لنا البروفا نجمو تعملو ديوال بوت كان تحبو اما بالنسبة ليكزامان تي بي ممكن ماشين فيرتوال تكون اوبليغاتوار النوت بالحق انتي وخدمتك ننصحكم اللي يحب يسبق يلوج على فورماسيون سيرتيفيكاسيون LPI 101 ويدبر كور كامل من عند واحد ارتدو قديم الكور مالوغوزمون اوراق ما فماش PDF. تعداو لاتوليا جافا بالنسبة لجافا انا قريت عند مسيو عبد الرزاق جماعي و سا سوغا ديفيرون بور فو اذا قريتو كيما الجروب الثاني عند مدام سلوى بن يحيى و مسيو جماعي عطانا كتاب على الجافا 6 و كل سيونس لازمنا نعملو ريزومي متاع ان شابيتر في دو باج وشاك شابيتر متكون من انفيرون 100 باج حاجة اللي هي تاكل برشا وقت دونك تعرف واش تعملو باش تتعلمو تصنعو دي زابليكاسيون سامبل شوية انترفاس غرافيك وبوتونات والفازات هذيكا سو كي انتريسون تعاود تشوفو وباش تتعلمو زادا كيفاش تستعملو تلوجو في وسط الدوكيومونتاسيون تاع جافا واحد باش يتعلم بالحق المقولة الشهيرة ان انجينيور دوا سو ديبروي اذا فو دوفي شوازيغ ان لوجيسيال باش تكتبو عليه الكود نتاعكم شوازيسي سابلايم تكست احنا درستنا سمستر كامل نخدمو بنوت باد بلس بلس اذا تحبو تسبقو في الماتير هذي ننصحكم تاخذو لي بروجي اللي عملناهم الكل وتحاولوا تفهموهم وتخدموهم وحدكم. تعداو للباز دو دوني في الماتير هذي باش تتعلموا كومون كري دي باز دو دوني سولون لي نورم باش تبداو بحاجه اسمها الموديل لونتيتي اسوسياسيون بعد تعلموا ترجموه اون موديل ريلاسيونيل هذا اون جينيرال بالنسبه للدي اس بور ليكزامان باش تتعلموا حاجه اسمها نورماليزاسيون باش لي ريلاسيون نتاعكم يكونوا سولون لي نورم باش تتعلموا زاد على الجبر ريلاسيونيل ما تخافوش مش الجبر بالحق جوست كيفاش تستخرج دي دوني من الباز نتاعك على الجبر ريلاسيونيل باش تقراو الـ SQL اللي هو لانجاج مجهول باش تصنع بيه دي باز دو دوني وباش تصنع بيه دي روكيت تستخرج بيهم معلومات من الباز نتاعك. الماتير ماهيش صعيبة والكوريجي موجود بارتو على الانترنت الكور و تي دي زادا موجودين PDF اما باز دو دوني فيها فاكتور انه مهما تخدم اللي باش يجيك في الاكزامان كالك شوز دو نوفو دونك لازمك تخدم مخك بالطريقة الصحيحة على البروبليم اللي موجود قدامك اما الخدمة تبقى نيسيسير باش تجد ديمارش بازيك دونك ننصحكم ما تضيعوهاش الماتير هذه خطة نجم تكون سهلة بالنسبة لكم خاطر فيها فاكتور متاع تخمام تحسها كانها جو إلا لغز دونك نجم تعملو جاو انتما تخدمو فيها من أهم لي كونساي اللي نجم نعطيها لكم بالنسبة للماتير هذه هي حاولوا تخدمو مع غير فلسيف باش نجمو تجيبو النوت. الماتير هذه فيها تي بي تعلمنا فيها كيفاش نستعملو بريسك توت لي فونكسيوناليتي متاع لوجيسيال مايكروسوفت اكسيس اللوجيسيال هذايا في 4 سوايع تنجمو تعلمو عليه كل شيء من اليوتيوب تعلمنا زادا كيفاش نصنعو دي باز دو دوني و دي روكيت بالSQL pour cela استعملنا وامب بالنسبة للTD ما تفصعوش عليه واخدمو بالمسبق باش ما تبداوش ضايعين فيها. نتعداو للتلي انفورماتيك الماتير هذي قريناها عند مسيو كامل قروي فما قاعدة مهمة انه بعد درجين ما عاد يدخل حد والرسم ما عاد يدخل حد على خاطر درجين الاولانيين يقعد يستنى لي ستوديون باش يجيو باش يبدا الماتيريال سير سامبل والاكسبليكاسيون واضحة
السيونس ماهيش طويلة والتدي كيف كيف والتدي ساهل أما امبورطون برشا إنك تتمكن منه مليح فما كونتيتي متوسطة من الانفورماسيون اللي لازمكم تشدوهم pour l'examen كيما لي ميثود دونفوا دو ريسبسيون دونكوداج دي دوني منهم برشا حاجات تيبيك فما ان بتي بو دو كيستيون كي سون كالكولاتوار دونك لازم تعرفوا ميثود الخدمة الاكزامان عادة يكون 20 كيستيون تو سي ما تنقلوش على بعضكم على خاطر اذا لك تاع التنقيل واضحين في الدي اس ليكزامان يولي 20 كيستيون كيو سي ام افيك جوستيفيكاسيون ننصحكم اكتبوا كوركم و تي دي ام تاعكم بيديكم باش نجمو تتذكروا الماتير هذه فيها تي بي تعلمنا فيها من الاول كيفاش نستعملوا سيسكو باكيت تريسر لوجيسيال حلو برشا يخليكم تابليكيو قرايتكم نتاع الريزو تستعملوا بيه دي توبولوجي فيرتويل باللي روتور و لي سويتش و مود كوموند الدنيا هذيك الكل حاجه هايله برشا بعد قرينا كومون يوتيليزي لي سوكيت بور كريي اون كوميونيكاسيون انتر ان سيرفور و ان كليون اون لانجاج جافا اللي هي حاجه قراوها الجروب الثاني في ماتيغ جافا وحنا ما قريناهاش جوجلت نصايف ساعه اتس وورث نوينغ بالنسبة للريزو لوكو الماتير هذي عن نفس البروف اللي قرأنا أرشيتكتور دو ريزو في سمستر لاو المسيو عدلان بوكير مش تدخلوا أكثر في توسكي كومبوزانت متاع ريزو الهوب السويتش دو نيفو 2 دو نيفو 3 لي كابل لي بوان داكسي سان فيل بور لي ريزو لوكو سان فيل كومون كابلي اي كونفيغوري اون توبولوجي ان مود كوموند ممكن تعملوا زيارة ميدانية للريبارتيتور جينيرال متاع الانسات وتشوفوا على عينيكم الكابلاج كيفاش إذا تحبوا تسكروا الماتير هذي وماتير أرشيتكتور دو ريزو متاع البريميير وتدخلوا بقوة الـ RT2 وتدخلوا متطقفين ننصحكم تقرأوا كتاب الفورماسيون بور لا سيرتيفيكاسيون MTA 98-366 متاع ميكروسوفت كتاب 200 باج ننصح بيه على الاخر نتمنى كان جاي فما شكون نصحني بيه في الصيف قبل ما ندخل نقرا مي بون هاني نصحتكم بيه انا اللي في الديسكريبسيون تلقاوه الماتير هذه فيها تي بي صبينا فيها ويندوز سيرفر سور ماشين فيرتويل وتعلمنا كلك فونكسيوناليتي منه ويندوز سيرفر مهم في الدومين بروفيسيونيل دونك كان تحبوا تتعلموه وتسبقوا بيه تكون لكم سكيل تحفونا نتعداو للسينيال اي بروباغاسيون نبداو بالاون دي بروباغاسيون الماتير هذه كورها والتدي متاعها بار كانزين تقراوها انتوما واليامي زادا اما بالنسبة ليهم هما كوفيسيون 3 اما الاكزاما يكون ان كوما الجماعة اللي تحب الفيزيك وفهمت الالكترومانيتيزم عمناو جاوكم بيهي بخس كل شيء تعرفوه وتحسوه ديجا فيو اما باش تولي وتستعملوه اكثر في السنس دو لا بروباغاسيون دون اوند باش تشوفوا حاجه اسمها جيد دوند وحاجه اسمها بلازما نتعداو للتكنيك دو ترانسميسيون تي اكس الماتير هذه باش تشوفوا فيها حاجات كيما المودولاسيون وديمودولاسيون دان سينيال حاسيلو تو تكتشفوها وحدكم فيها فاكتور نتاع مات بالنسبة للي لانج كولتور دونتربريز لانجلي كالعادة ريان دو نوفو في الفرنسي تعلمنا كومون ريديجي ان كونت روندو حاجة يوتيل وتعلمنا زادا لا سانتيز دي دوكيومون يعطيك 3 دوكيومون انت في باراغراف تخرج دي بوان دو كونفيرجونس و ديفيرجونس ما بيناتهم بالنسبة للكونتابيليتي الماتير هذي باهية بور فوتر كولتور باش تتعلمو فيها كيفاش تكتبوا وتفهموا دي دوكيومون كونطابل كيما لو بيلان كيما لو كونتونتي و لو جورنال انا بيرسونيلمون عجبتني الماتير بالنسبه للدروا دوم تعلمنا فيها حاجات براتيك كيما لي تيب دو كونطرا دو ترافاي و دو ليسونسيمون و لوتيليزاسيون دي شيك بالنسبه للبارتي الثانيه للفيديو نبداو بالاورينتاسيون فما ستاتستيك عملتها عملناول مع امبيرور بارادي على عام 2020 تاعي نجمو نشوفو لي سكور نتاع الناس الكل اللي تعداو الكل فيليير باش تاخدو فكره اللي تلقاو في الديسكريبسيون حاجه ثانيه اللي عندك فيها مستقبل ابارتير من سناب نجم تحس انه فيها افاق واسعه وتنجم تزيد تتخصص بعد السانكيام في الدومين اللي تحب تكمل فيه حاجه ثالثه اللي تبدا مقسمه من جنرال لتروازون دونك اذا انتم 60 ابري 20 في كل زون باش تبدا تحس روحك ماك ستريسي برشا وتحس روحك مرتاح لازمك تبدا في ال 20 بروميي ارتي دو فيها شانس باش تتعدى سيكل حتى اذا انت معاود لامبي برشا من صحابي ديرو دوبلون معناتها تعداو سيكل وعنا ميم ان كا فيك 8.5 في لامبي نشهد وتعدى سيكل تحطو في السيمستر الاول سو ني با غراف دو تو تنجمو تهزو فاسيلمون في السيمستر الثاني وتفكو بلاصتكم في سيكل اذا ناجحين برانسيبال في لامبي فوزيت تري افونتاجي على خاطر برشا من لي ردوبلون يحطو ار تي باغ اكزومبل السنه معانا اون فانتين دو ردوبلون في لامبي
غرافوز باش تصلح لكم. ار تي فيرسس جي عندنا 20 ماتير نقراها كيف كيف. الديفيرونس انو لي جي اللي يقراو الماتير هذوم وحنا نقراو لي ماتير هذوم. كيما تشوفوا الديفيرونس ماشي انورم بور سيت اني، اما الفرق يبقى انو لي تي فيها اقل برشا كونكورونس. بالنسبه للاسبري كونكور فما بيت باش تقعد صعب انتواهم حتى بعد الار تي دو، فما بيت جوست باش تجي على مصلحتها ولا عمرك لك باش تربح منهم حاجه، وفما بيت باش تستفيد منهم وباش تفيدهم. بصحكم ما تكونوش اسبري كونكور مع اصحابكم القراب، على خاطر بعد ما تنشغل تتعداو الناس الكل سيكل ترجع الناس الكل تحب بعضها اكسترا، تقعد في الميموار انه وقت اللي جد الجد العبد هذاك كان اناني وما كانش يحبك بالحق كما هو يدعي. بالنسبه للعباد اللي تجي جوست على مصلحتها don't let them use you، خاصه اذا سيتواسيون نتاعك ريسكي كل بوين فوتو بيه ينجم يحطك في دونجي، دونك عارف كيفاش تتصرف معاهم بنظافه واخلاق باهيه. بالنسبه للعباد اللي باش تستفاد منهم وتفيدهم حاول تخلي الريلاسيون نتاعك معاهم طيبه. اون جينيرال خلي الريلاسيون نتاعك مع العباد وين وين، because it helps you and them grow and achieve better things in life and makes people always want to do business with you. تعملوا سبور ننصح بيها على الاخر، خاطر باش يعاونكم برشا باش تنحيو الستريس وباش تتنفسوا وتتفرهدوا، على خاطر باش يتعداو عليكم ايامات يستنزفوا الطاقه نتاعكم على الاخر. اخر حاجه ننصحكم بها هي ارنت بالحق يا جماعه، حاول تخدم لي تي بي نتاعك الكل وحدك ولا عمرك تفسكي في دوار، كون راجل والا كون امراه، ما كي تاخوها تاخوها عن جداره واستحقاق. اوكي باهي هاك نجحت بالفوسكه ولا هاك نجحت وانت ما تعرف تعمل شيء من اللي سوبوزي تعلمتوه، اما تبقى العوامل اللي بعدها الكل معروف انه هذيك ماهيش بلاصتك اللي انت ما تستاهلهاش، معروف انه قيمتك ماهيش كبيره. سو ورك هارد يا جماعه، اللي ماهيش صعيبه برشا، فيك ان ترافاي موديري تجيبو 11 تري تري فاسيلمون. هني توفى الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. ثانكس فور واتشينغ سو فار، ديزولي كان طولت عليكم، ان شاء الله بنجاح وبالتوفيق والسلام عليكم.